رأيك بعد ايه النهارده الأزمة. بمناسبة مباراة الأهلي النهارده؟ رأيك ايه في ريكاردو سواريز؟ أنا قلتها قبل تقييمك كده، المبدئي أنا يعني. قلتها قبل كده يا كابتن كريم، أنا شايف إن النادي الأهلي نادي كبير جدا جدا، ونادي عظيم جدا، ونادي ليه جماهيرية وشعبية مش في مصر بس، في الوطن العربي وأفريقيا كلها. الأهلي محتاج مدرب مختلف. الأهلي محتاج مدرب مختلف. يعني ايه أنا مختلف؟ النهارده هقول لحضرتك على حاجة، إحنا بنقول سواريز عنده أفكار وما معهوش اللعيبة وما معهوش مش عارف إيه وإيه وإيه. أنا بس هقيسه بحتة واحدة بس، هو مقتنع تماما بأربعة تلاتة تلاتة. خلاص؟ أنت ليه بتغير قناعاتك؟ حتى لو كوالتي قليل، صح انت ليه بتغير قناعاتك؟ ما تخليني اشوف بصمتك على المجموعه اللي موجوده دي. عارف انا كنت احترمه جدا جدا واقدره جدا، حتى لو خسر، حتى لو خسر، عشان هيفضل يلعب بالاسلوب ده هي لحد ما النقطه. اللعيبه بص يا تحفظه. كابتن كريم، احنا خسرنا في الجول لكن ادينا اداء رائع. انا بقول لك لو شلت النتيجه بس، اقعد بس بالليل كده اتفرج على اي ماتش، اي ماتش اللي لعبناه مع الجونه، لو ما نستاهلش نكسبه يبقى حتى ماتش النادي الاهلي اخر 20 دقيقه احنا افضل. النادي الاهلي ضيع فرص كتيره وضيع الكلام ده كله، لكن انت برضه ما انت برضه الكواليتي مش زي النادي الاهلي. لعبت قدام سواريش ولا موسيماني؟ قدام سواريش اول ماتش ليه جوه الدوري، كان اول ماتش ليه جوه الدوري، كان السوليه موجود وعبد حمدي فتحي موجود وقفشه موجود والشناوي موجود، كان التيم كله فول تيم يعني، فاهم قصدي ايه؟ الفكره ان انت قناعاتك، انت جيت دايما في حاجه مهمه جدا، المدربين لما يجوا يشتغلوا مع فرقه يدخلوا على فرقه، انت هتروح للعيبه ولا هتجيب اللعيبه ليك؟ ايوه. العبقريه في ايه النهارده؟ انك تجيب اللعيب ليك، صح، تغير قناعاته. صح. انت النهارده فريرة لو قال لهم هنلعب تسعه، قانون اتغير وهنلعب تسعه النهارده، لعيبه الزمالك هتصدق وتنزل تلعب تسعه، ما عندهاش مشكله، حلو. واقتنعوا بيه وصل لهم خلاص يا كابتن كريم. صح. هي دي النقطه، هو ده المدير الفني، ده اللي انا عايز اقوله. انت النهارده انا حاسس ان احنا عمالين يعني النادي الاهلي مع سواريش عمالين نلف حوالين بعض، احنا مش فاهمين حاجه. احنا مش بغض النظر عن النتائج، ما كسب الاتحاد وكسب المصري بالزبط. لكن انا بتكلم في ايه؟ انا مش شايف نجم النهارده صغير تقدر تعتمد عليه يا اخي. انت مش مدي حد وفي ظهره، صح، فاهم قصدي؟ انت النهارده زياد طارق ده ما تسيبه شويه، ما تسيبه، ما تخرجوش ده. انا مخرج حتى لو تعب ما خرجوش، ما تسيبه اشوف يتبني عليه ولا يتبنيش عليه. انا شايف لعيب كبير جدا ويتبني عليه، واخد بالك؟ احمد سيد غريب، ما تسيبه شويه. طب سيبه بعد الجول اللي جابهم دول، سيبه يلعب شويه وسيبه يشتغل شويه، واخد بالك؟ الولاد الصغيرين دول ما تسيب حد يقف في ظهره. محمد محمود النهارده بيخرج ليه؟ محمد محمود النهارده كان افضل لاعب، بيخرج ليه؟ ما تلعبوا، طب تعالى العبوا سته، فاهم قصدي؟ تعالى العبوا ديفندر وطلع الولد الصغير نسيت اسمه، اللي هو فخري يعني، لا اللي جنبه كان في ولد صغير بيلعب جنبه، ميدو نبيل. ميدو، ما تطلع ميدو وخلي محمد محمود في الملعب ونزل. انت عايز تكسب كمان. يعني قصدي ايه؟ ان في بعض النجوم النهارده او بعض الولاد الصغيرين اللي ممكن يطلع منهم حاجه، صح، كبيره، انت مش محسسني ان هم نقدر نعتمد عليهم الفتره اللي جايه. صحيح، هي دي النقطه بس.